لما تيجي تفاجئ بقى من أمامك الآن بمشاتماتهم القديمة، فيقولك هم أنداد لبعض، يقول هم عايزين بس انتوا لأ، رغم ان احنا ما شتمناش، يعني ما فيش حاجة اسمها شتيمة، في حاجة اسمها نقد. فهو مش شايفك أبدا ممكن أن تناطحي أي حد أصلا، خلاص. وأنا موافق بالمناسبة، هم أحسن وأعظم وأجمل، ما بيغلطوش. يعني أنا مش بعدل مذهبه كله رغم أن الأصل إن احنا نعمل كده، ولا بعدل منهجه كله رغم أن الأساسي أن ده المفروض. أنا بقول بس ما بيغلطوش، الجبال الشاهقة ما بيغلطوش، الصحابة خطأوا بعضهم البعض، الصحابة فكان يثبتوا الخطأ. السيدة عائشة راجعت أبي هريرة في عشرات الأحاديث اللي قالها، حيا يرزق وهي حية تفتح الشباك وتتكلم. فلو أثبت على الصحابة بعضهم لبعض عدم الانتباه لما قاله النبي أو فهمهم لبعض الفتاوى خطأ، كبار الصحابة كانوا بيحوا ربا الفضل، وآخرين يقولوا لهم ده ربا، ده الربا اللي في القرآن، مين فيهم صح؟ في نقد من بعضهم لبعض، فما بالك في من دون الصحابة ولا حتى التابعين الفقهاء والمحدثين.